a annoncé dimanche que l'Algérie déposera une somme estimée à 150 millions de dollars à la Banque centrale de Tunisie. Lors d'une conférence de presse, Tebboune, qui était en مالك راحيتك هكا ومبهدل شكاين هبلتني اللوطوبة راهي تقيس الزيت في كل بلاصة. ايه مشي مشكلة. قولي فاش كنت مسحقني حكا وابو دراهم اللي راني ندسهم عندك راني مستحقهم في واحد البروجي بالك يصوفيني على الله. دراهمك صح ولدي دراهمك راني عاونت بهم ولد عمك قال لي راني مغبون شوية. كيفاش هادي با سما خبز الدار ياكله البراني؟ لا تطلعش روحك ولدي في الصيف يردهم لنا. يا براني مغبون وما راكش حاس بيا راك عارف روحك شادرت؟ اقسم بالله وتزيد كلمة ننفيك من الدار ديجا برا عليا. تدمروا فينا لا العصيان من بعد تقولوا عليكم دعوة الشر ولا باغي تنفيني غير فيني انا ديجا كرهت. كون يحس بيا وشكون يعرف بيت عيح راني ما نكون وحدي وراني مبطي وحدي شكون يسقسي عليا عسلامة ولد عمي صفا قول بذاك ربي كثر الخير شكون اللي شفه